السادة السفراء المندوبين الدائمين، جمهورية مصر العربية، رئاسة الدورة بيننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نساند بقوة كل الجهود العربية والدولية الهادفة إلى حل النزاعات القائمة في اليمن وسوريا والسودان وليبيا على النحو الذي يضمن لهذه الدول وحدة وسلامة أراضيها ويضمن حق شعوبها في الاستقرار والأمن والنماء. كما أجدد التأكيد على موقفنا الثابت القاضي بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولمبادرة السلام العربي.